تشرفت اليوم بدعوة من دكتور ياسين أقطاي في ملتقى التضامن التركي والعربي لمحنة الزلزال، وكان لنا مشاركة باسم المرأة واسم النساء وبجمعية هالات الخير. طبعا احنا بنشارك مش بس كأننا عرب يعني او كأننا يعني رد جميل لتركيا، لا والله ده الامر اكتر من كده، الامر اوسع. احنا المسلمين، المسلم للمسلم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحمد لله رب العالمين، شاركنا بالقافلة واثنين وثلاثة، ثلاث قوافل طلعوا بفضل الله تعالى، وكان دور جمعية هالات الخير يعني جت كده قدرا، ولكن ربنا أتمم الحمد لله خطواتها على خير. قلت موقف كان مأثر فيا جدا، وإحنا في موضوع تحميل بقى وتكييس الحاجة اللي طالعة وهكذا ومن التبرعات وهكذا، جت لي بنت صغيرة تقول لي كيف أساعد معك، يعني قلت لها انت تقدري تساعدي بايه؟ قالت بالدعاء. فيعني هو فعلا الدعاء اللي بيفرق، وان يعني سبق درهم الف درهم. انا ليا المعنى العام ان احنا كمسلمين مش بس عرب، لا احنا كمسلمين نآزر بعض ونبقى في جنب بعض، وادعو الله سبحانه وتعالى يبقى فعلا رد جميل حقيقي للبلد اللي استوعبتنا واستقبلتنا، وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها اخر الاحزان ويجعلها اخر المحن، وتبقى دايما في رخاء بلادنا وبلادهم وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبارك شكراً للدعوة الكريمة من أستاذ الدكتور ياسين أقطاي. وقبل ما اتكلم يعني واقول دور النساء انهم شقائق الرجال، وان النساء في كل محفل فقط يعني ادعو الله سبحانه وتعالى بس تكون اللغه المصريه مفهومه للجميع، بس فقط حمل المراه همه ومشاعر وفكره تشلك الدنيا فوق دماغها جبال. ازمه الزلزال خلينا متفقين ان هي تفوق قدره الدوله التركيه. عايزه ارد على كلمه الدكتور عمر فرقماز، هو بيتكلم بيقول في اللمحه التاريخيه على تاريخ من كانوا يعارضون السلطان عبد الحميد كانوا في القاهره. انا اعلن في هذا المنبر وهذا المكان من قلب القاهره، نحن مع تركيا ردا للجميع قلبا وقالبا. سيسجل التاريخ مشاركتنا كعرب كمسلمين الجسد الواحد. ما دام بنتكلم ان النساء شقائق الرجال، حاجه واحده، ورقه واحده، اللي يهم الامه الاسلاميه او يتداعى لها عضو كل الاعضاء من النساء والرجال والشباب، مصري وتركي وعربي وافغانستاني وسوداني على الراس. الازمه الاخيره شاركت جمعيه هالات الخير في ازمه الزلزال سواء في الجنوب التركي او الشمال السوري، وده أقل القليل. لا نقول إن هو رد جميل، أنا أرفض هذه الكلمة، لا، بل واجب، ده واجب علينا كمسلمين، واجب علينا يعني نوع إذا حييتم بتحية. وكما قال بقى دكتور عمر كرتماس في البداية اللي أثر فيا الكلمة دي، إن أي مضطهد أو أي صاحب فكر حقيقي واعي تركيا ملجأ. أدعو الله سبحانه وتعالى يكون هذه الجهود البسيطة في ميزان حسناتكم. شكرا لدكتور ياسين أقطاي، شكرا للطيب أردوغان. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمور يا رب بركة وتزيد في ميزان الأمة الإسلامية. أختم يعني بمقولة أثرت فيا لبنت صغيرة، وإحنا ساعة بس ما نقول يلا يلا تعالوا إخواننا في تركيا، تعالوا يلا أزمة الزلزال اللي قلت في البداية أنا تفوق قدرة الدولة، خلينا متفقين ولسه الأعداد ولسه الإحصاءات هتبين الكلام ده. بنت صغيرة ماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ قلت لها أنت تقدري تعمل إيه؟ قالت الدعاء. فمش بالدرهم ولا بالملايين ولا بال، لا ده سبق درهم ألف درهم، ورب دعوة من قلب غض يحب الله عز وجل ورسوله، الله عز وجل يفتح بيها. جزاكم الله خيرا وشكرا، وان شاء الله في حاجات ثانيه.